بطاطا صوص باذن الله. والله ليكون انت اللي يتكي لا 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 عند البيت. لحظه شوي لحظه قول لا اله الا الله. واقف قول لا اله. كان ابوي الله يطول عمره يروحني الله يطول عمره ودائما كنا بعيد شوي عن محلات وعن ايه بروح يجيب لي بطاطا صوص وانا ما اكلها اخبيهن داخل كبت داخل دولاب. لا لا والله ما يصير ما يصير مخ لا ما ادري بس حطنا هنا لاني بس انا واحد اكبر واحد بس ما حد كان عندي ولد خال زين المهم وخالي يروح يبنى المهم بطاط صاد وما ادري ايش وانت قاعد تجمع وانا اتجمع اكل شوي شيء اكثر دخل لين ما نروح ده جابوا لي كرتون وش تسمون انتم؟ حنسميه مينو دياي. وش مينو دياي؟ وش عدو؟ مينو دجاج. وش عدو؟ مينو ما ما اعرف وش تسمون. اسلم اسلم اللي هو ياخذ الدجاج بس بس ما بشرايح عرفت الصغار اللي زي اللي فخذ الدجاج اللي يدوك نفخ نسميه فخذ الدجاج فخذ الدجاج نسميه ها فخذ الدجاج؟ لا يدوك نفخ. المهم جابوا لي كرتون طيب ايوه وهنا نسكت قليلا لا حطيت داخل قبتياني ولد خالد قال لي تراك مفتح محل عشان ذا الكرتون لا شاف مخك مخ تجاري قاعد تحافظ وانت عادك بزر زين قلت له جاهم ذا الكرتون افتحوا محل ما شاء الله عليه بس بعدين خذوه يكمل خذيته ومن حرك لا لا عاد المهم فتحنا كرتون فتحنا محل كيف محل؟ فرشه دخل بيت دخل بيت محل ما طلعت برا بعد لا 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 دخل الصاله فتحنا فرشه حطينا الكرتون حطيت انا عندي كم بطاطس فوقه حطيت ذاك من اللي يشتري؟ ولد عمك خوالي اثنين و من كان ابوي بس ما حد صار بس كنا انا ولد خاله اثنين بس ما حد من عمرنا ما حد ولا حد اصغر منه كلهم كانوا اكبر. المهم يشترون من عندنا كل واحد ياخذ الشيبس ويقول له فلوس بعدين بعطيك اما بعدين شروا شروا لين خلص لا انا يعني فلوس ولا انا اكلت بطاطس بعدين راحت والله طيب لا قالوا لك بعدين نعطيك شو تقول انت؟ اقول ابوك اوكي سجل في الدفتر لا ماشي دفتر اروح شل بعدين بيعطيني فلوس بعدين ما اعطاني فلوس عندي ولد خالي دائما مره كان عرفته في العيد يوم العيد كان من زمان هو يدرس يدرس برا عمان التجاره اللي مو ودك بها معك تجاره اقول لك يدرس يعني يوم ايام العيد وش في العيد ايش نسوي؟ نشتري عرفتوا العاب ناريه كنا نشتري العاب ناريه طوار اللي تطلع لك الوان عارفينها المهم وصل واول ما وصل انا فرحان وش سويت؟ شبيت الالعاب الناريه الطويل وش سويت انا؟ ايش؟ لفيت لفت عليه والله لا يوفق عدوك شو؟ تو وياي اكبر مني بسنه ونص ولعت فيه اصغر من السنه نعم هو يركض وانا وراه تضرب دشداشته مره في ريحه واحد فيها ثوبه اخر واحد ضربته هني جنحت عيني شوي والله اني مصقوع صغير انا عمري صغير بس طيب رساله توجهها من هذا المنبر اوجهها ان الالعاب الناريه ما حد يقرب منها لانها ممنوع الحين خلاص نهائيا لان الاول كانت خفيفه الحين زادوها خطوره فالدوله منعت كل شيء ممنوع منعا باتا اللوحه اللي هو الرمي ممنوع صح يمكن تي في عينه يمكن تي في خشمه اضحك وافرح بدون شيء ايوه بس ليها ليها يهال المزح المزح ما ودك انه يتعدل لا بس صغار صغار عرفت طرا المزح ما ودك انه يتعدل يعني تقول بطاطس يا عويسي انا قد كان معي ريال سمع 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 المثل ايش اللسان طلق واليد مكفوته صح قول شو اقول لك انا اقول لك المزح ما ودك انه يتعدى اللسان ما توصل المدى لسان طلق واليد مكفوت صدق حفظه حفظه المثال حفظه حفظته وحافظه تحطم عليه كل شيء تحفظ طول الحبه وتحفظ السكر وتحفظ كل شيء عارف انه يا عبيش يعني تقول لك انا فتحت بقاله زي كذا كان معي ريال حلو ريال؟ ايه ايوه المهم معي مع اخوي الصغير كان عنده ريال يبغى اغراض من البقاله تدري ايش سوى ايش قال؟ قال جاني قال هك الريال حلو عاده صغير ما بعد حتى درس يمكن عمره 7 سنوات كذا اصغر منك ايه جاني قال هاك الريال
ابى اغراض. ايوه قلت ايش تبغى؟ اعطيني ريال. يقول ابى اغراض. قال اعطني عصير وبسكوت وحلاوه واسمع كرتون موز كرتون تفاح كرتون برتقال ورجع الباقي. كرتون وش الاخير؟ موز وتفاح وبرتقال. ايه ورجع الباقي. ورجع الباقي. قلت خلاص امشي. ايش سويت؟ رحت لعند الباب ابطيت شوي ورجعت قلت لك الريال. الاغراض. ما بغراض. بريال اجيب له برتقال وموز لا يوم صغير هذا تفكيرك كان نفسك عبيسي يعني حول نفس التفكير يعني انت كنت تاخذها وتعطي بدون ما كنت هو كان يبغى الدنيا كلها بريال بيحاسبوني مو بيحاسبوني اتوقع لو انه فاجاك انه بيشتري بطاطساتك كلها بريال يعطيك ويقول باقي بعدين يعني تحقق امنيته اللي انا نعرف من ذا المنبر ان محمد العويسي يطالب خواله الاثنين وابوه رجع فلوس فلوس حقها رجع ولد عمه لا ولد خاله اللي عنده بعض اللي جاب لك التجاره راعي الفكره راعي الفكره ولد خاله ولد خاله عقب يومين سوى له مشروع عقب اليوم الثالث خسر فيه اوف وش بعد مشروع بعد مشاريع دوم يسوي مشاريع ليه الحين يسوي مشاريع يخسر ولا تعلم منه بس كريم سبله لا بس يعجب لي اللي كريم ربي عنده اللي يسوي مشروع ويخسر يعود يسوي مشروع ما ييأس ربي بيفتح اي بالله يعجبني وبعد في شيء لازم انك تسوي دراسه جدوى لازم تعرف المشروع اللي بتسوي ايوه انت ادرس خلاص الحين كل شيء مسهل انت يا ربع كنا منها وايد ترى صح ادرس اسباب ايش المعيقات انا قاعد انشف الزيت وش احتمال الخساره وش شوف يوم ميلت حللها كلها قام يصب بعضهم يشوف انه يدخل يعني مشروع لا اكسب ما هي على طول تكسب لو كذا الناس كلهم دخلوا مشاريع اكيد بتخسر 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 لين زين يوم ما تسوي مشروع يوم ما تسوي مشروع ادرس المشروع أكيد. زين هذا اول شيء ثاني شيء المعيقات والخسائر اي مشروع عط نفسك دافع معنوي انك في المشروع هذا ما راح تنجح الا 10% 90% انك راح تخسر عشان اذا خسرت يكون عندك دافع معنوي كيف دافع يعني قصدك ما تتحط تقبل اي تقبل ايوه دائما حط اسوء الاحتمالات وكل شيء ما في التجارس صح صح في كل حاجه ولازم يكون ظنك بالله قوي هذه مشكلتي انا هذه الاحتمالات اللي ما هبيتها في كل شيء بعض الاحيان اوه اذن اعصر روح اذن اذن لا ثلاث دقائق باقي يو 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 لا ثلاث دقائق يرحم شيبان 25 يذن يا الحبيب 13 يا عان 25 هدي يا هدي 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 مستعجل 13 وين اللي تبغى يا الحبيب 13 ما في 13 بتاعك انا 13 13 انا شفت